المغرب الأكادير ود القحبة كون غيردو لاس فيغاس شد القصر في 7 كيلومتر ود القحبة أكادير ميتة ميتة ود القحبة ما عمر جات تماك ما عمرو جا يشوف أكادير علاش حاقر على الشلوح هذا ود القحبة هذا أه علاش حاقر على الشلوح أه حاقرتي على الشلوح ود القحبة أه أكادير تقدر تضر لاس فيغاس ولا مراكش ديال القحب هي اللي كتنقى يا ولد القحبة سيرو ديروها في يوتيوب ديروها في يوتيوب أولاد القحب ديروها ديروها في يوتيوب تقحبين ديال المغرب الله ينعدين باباكم الكلب أه أنا داير كخواغوج على المغرب يلا سيرو قولها لأمكم كاع يلا سيرو ديروها في يوتيوب ما غاديش ندخل المغرب أنا ما غاديش نجي المغرب حتى نشرف ولا نموت ولا يلا يلا قولها لأمكم ما خصنيش المغرب أنا مشي لاس فيغاس مشي لنيويورك مشي لتايلاند مشي لإيبيزا مابيا مشي لنيس كان مشي لموناكو كاع تتقود انت وهاديك الكارديان ديال البحر ديالك ولا هاديك البحر ديال الزبي تتقود من أكادير حتى لطنجة تتحوى انت والديسكوتيك ديالك وانت والحياة ديالك سير ود القحبة أكادير ود القحبة شد فيها الملك ديال المغرب شد فيها 7 كيلومتر وما كيجيش ود القحبة لأكادير أكادير ولات موسخة أكبر مدينة سياحية اللي قدر يديروا فيها بزاف دي بروجي السياحة ولا جوناس ولا لا جينيراسيون اللي دابا كطلع دابا يقدروا يكونوا يديروا شي حاجه في اكادير ود القحبه ما كيمشيش ما حاملش الشلح ود القحبه يلا شوف 7 كيلومتر ديال القصر ديالو في اكادير 7 كيلومتر 7 كيلومتر تخدم تبني فيها واحد ثلاثه ناطحات السحاب اللي غيقدروا يكونوا فيهم 8 د لي زوتيل ولا 10 د لي زوتيل اللي يقدر يخدموا فيهم 20000 واحد 30000 واحد شدهم هو دار فيهم على الغازون سير الله ينعل القحبه تمك يا ولد القحبه